نظمت اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص دورة تدريبية لفائدة قضاة التحقيق وضباط من الشرطة القضائية، حيث أشرف والي ولاية قسنطين السيد مسعود جاري وبحضور سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، وكذا رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات ومكافحة الجريمة، وكذا السلطات الأمنية. اللقاء كان يهدف إلى إيجاد السبل والحلول لهذه الآفة بالتعاون بين الجزائر وبريطانيا. التغطية لمحمد عياد. المهمة الموكلة إليها بمقتضى المرسوم 16249، الجانب التكويني، الجانب التحسيسي، وهذه الورشات التي تنظمها اللجنة في الآونة الأخيرة منذ بداية هذه السنة تهدف إلى تكوين أكبر عدد ممكن من قضاة ومن شرطة أعوان الشرطة القضائية، ولتمكينهم من المساهمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص في الجزائر. في فرق بين التجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ليس فقط لأنه تهريب المهاجرين ينتهي عمله عندما يصل إلى البلد المرجو الوصول إليه، ولكن تجار الأشخاص فيه استغلال، يعني العلاقة متواصلة. بذلك هناك بروتوكولين مختلفين للتجار الأشخاص، فيه بروتوكول دولي وفيه بروتوكول أيضا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. Just visit to Constantine since I arrived in Algeria earlier this year. It's an absolute pleasure to be here. I've heard so much about Medina al-Jasur, but I am here for an important reason. أنا هنا لأجل سبب مهم. نحن نتشارك مع لجنة الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكتب الأمم المتحدة هنا في الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر.